جزاكم الله خيرا. ما هي الأدعية التي تقال في سجود التلاوة؟ بارك الله فيكم. سجود التلاوة كسجود الصلاة سواء، يقول فيه ما يقوله في سجود الصلاة، أن يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو مرة واحدة على الأقل، وأن يدعو بما تيسر من الدعاء بدون تحديد، فهو مثل سجود الصلاة في كيفيته وفي ما يقال فيه. نعم.